السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائنا الأطفال الحلوين، مع حلقة جديدة من برنامج عمو فرحان. جمعة مبارك عليكم بالخير والبركة. السلام عليكم جميعا. عليكم السلام، أهلا وسهلا عمو فرحان. يا أهلا وسهلا. السلام عليكم، شلونك عمو فرحان؟ أهلا وسهلا بكم جميعا. أهلا وسهلا وصديقنا ضيفنا الجميل، أهلا وسهلا بي. أصدقائنا الأطفال الحلوين، عندنا مجموعة جميلة من الفقرات، لكن ناخذ فاصل أول حتى نشوف من هي الفقرة الأولى. وتحقق الحلم. مرحبا أصدقائي، الآن فقرة حكاية يوم. أهلا وسهلا بكم أصدقائي فقرة الحكاية. اليوم رح نتكلم حكايتنا عن حديثنا لكم عطر المظلوم. شاهين، ما أطيب رائحتك أيهتها الوردة، لماذا هي مميزة عن باقي الأزهار؟ فقالت الزهرة: تلك قصة طويلة أيها الطائر. وأخذ الدمع يسيل من عينها. فجابها الشاهين متعجبا: لقد تشوقت لها، هل أخبرتني؟ قالت الزهرة: لقد سألت والدتي عن سبب ذلك قبل أن تموت، فأخبرتني كان في زمن مضى حدثت حادثة في سنة 61 هجرية، إذ حصلت واقعة تسمى بواقعة الطف، استشهد فيها الإمام الحسين عليه السلام على يد ثلة منحرفة بأمر الحاكم الأموي يزيد أنذاك. وفي إحدى المشاهد من واقعة الطف، كان للإمام الحسين عليه السلام طفل رضيع يدعى عبد الله، ظل يبكي من العطش لأن الأعداء منعوا الحسين وعياله من الماء. فتقدم الإمام الحسين بالرضيع إلى أرض المعركة لكي يسقوه الماء، لأنه طفل ولا ذنب له في تحمل العطش. فانشق القوم إلى نصفين، نصف رضوا ومؤيدين لأن يسقوه، ولكن نصف رفضوا أن يسقون الطفل. ولكن قائد جيش الأعداء أمر ابن سعد اللعين، أمر حرملة بن كاهل الأسدي والذي كان معروفا بالشر وبرميته المشؤومة، بأن يقطع نزاع القوم. فرمى حرملة الطفل الرضيع بسهمه، وذبح الطفل الرضيع الذي أخذ يبكي من حرارة السهم، وأصبح كالطير المذبوح بين يدي والده الإمام الحسين عليه السلام. فأخذ الإمام الحسين دما ورماه فوق نحو السماء، فلم تنزل منه أي قطرة. فقال شاهين: وكيف عرفت أيتها الزهرة بأن لم تنزل أي قطرة؟ فقالت الزهرة: لقد أخبرها الطائر شاهين في ذلك الوقت، لأنه كان مار من أمام غيمة رآها تبكي دما، فسألها عن سبب بكائها، فقالت: لقد رأيت واقعة الطف، ومما شاهدته دم الرضيع الذي ارتفع إلى السماء بعد أن رمى به والده الإمام الحسين عليه السلام. ورأيت جمعا من الملائكة
أخذت تجمع ذلك الدم فلم تنزل منه أي قطرة إلى الأرض، وبعدها بكيت دما بسبب حزني الشديد لمشهد مقتل طفل الرضيع عليه السلام. وعندما نزل شاهين أخذ يشم رائحة زكية في إحدى الأزهار، فأجابته بأن الأرض التي هي فيها قد نزل عليها من ذلك الدم التي بكته الغيمة. فعلم شاهين أن نزول هذا الدم على بعض الأراضي أضاف لها عطرا مميزا، وأصبح كل من يعيش هنا من الأزهار يحمل معه تلك الرائحة الزكية. وهكذا أخذت الأزهار التي تعيش هنا تتناقل قصة رائحة الزكية جيل بعد جيل. قال شاهين: الآن فهمت أن الدموع التي نزلت حزنا على طفل الرضيع هي سبب تلك الرائحة المميزة والجميلة. قالت الزهرة: إن هذه الرائحة الطيبة قد علمتنا درسا بأن المظلوم سوف يعيش في جنان ذات الأرواح الزكية، وأن الظلم سوف يكون تحت عقاب الله تعالى. فلذلك ليس المهم أن تكون رائحتنا طيبة أيها الشاهين، بل المهم أن تكون نفوسنا طيبة أيضا، ولا نظلم أحدا لنكون مثل حرملة وما فعله بالطفل الرضيع. شاهين: نعم أيتها الزهرة الطيبة، وأن الحزن على طفل الرضيع عبد الله ابن الحسين عليه السلام ولعن حرملة هو دليل لنفوسنا الطيبة والرقيقة التي تأبى الظلم وتنصر المظلوم. السلام على الإمام الحسين عليه السلام. مرحبا أصدقائي، الآن فقرة مشاركة الأصدقاء. نعم، مشاركة الأصدقاء مع أصدقائنا الحلوين. إن شاء الله جاهزين؟ أكيد جاهزين. نعم أصدقائنا الأطفال، أول اتصال حيكون مع بنين، والأسئلة والأسماء مع صديقتنا زينب، وإن شاء الله حكون أشارك وياكم. نشوف من هو أول متصل. تحياتنا لكل أصدقائنا المتصلين. نعم نعم، فها وصلتنا رسائل عبر موقع برنامج عمو فرحان: هل حتستمرون في شهر محرم وصفر؟ فاحنا حابين نقول لهم أصدقائنا إن شاء الله نتوقف لحد هذه الحلقة في شهر محرم وصفر، وإن شاء الله بعد هذا الشهرين المتباركين إن شاء الله راح نرجع وياكم. نعم. أول اتصال مع بنين. نعم يا عمو فرحان، نستلم أول اتصال لحلقة هذا اليوم، هو سيف عقيل من كربلاء المقدسة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شلونك سيف؟ نعم. بأي مرحلة دراسية؟ ثاني. بالتوفيق إن شاء الله. يلا خلينا نروح ونشوف السؤال. السؤال يقول: ما هو الشيء الذي يخترق الزجاج دون أن يكسره؟ الضوء. أحسنت، إجابة صحيحة وموافقة. أحسنت، إجابة صحيحة، وهسه سمعنا مشاركتك. يا زمان وين احباب، والله من اللي يدني احباب، ينسني اشتاني لي تراب، ينسني اشتاني لي تراب، ليش المحيط مصيري بعاد عنه، يا زمان والله كفور تحرمنا منه. احسنت، ما شاء الله ما شاء الله، شكرا جزيلا يا صديقنا. اتصال اخر، ملاك من ذي قار. سلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا وسهلا بك يا ملاك، شنو اسم بابا وبياصل؟ شنو اسم بابا ملاك؟ ملاك حسين. اهلا وسهلا، زين يا صف؟ نجحت بصف الاول. مبارك، زين سمعينا المشاركة. يا وين محمد، انا بنيتكم
كانوني كانوني دار غيرتكم. أحسنتي، شكرا. ما شاء الله صديقتنا الجميلة على هذه القصيدة الرائعة. نعم، عندنا اتصال آخر، نقول السلام عليكم. ألو، أصدقائنا الأطفال الحلوين. مهدي من كربلاء، نقول له السلام عليكم صديقنا. هل السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا وسهلا صديقنا مهدي، سولف لنا شنو اسم بابا؟ عطيل. نعم أهلا وسهلا. عطيل. بأي صف؟ صف سادس. نعم أهلا وسهلا. سادس ابتدائي. صديقنا مهدي من كربلاء، نقول له السلام عليكم، نشوف السؤال وإن شاء الله يكون سهل. السؤال يقول من هو أسد الله؟ من هو أسد الله؟ إمام علي. أحسنت، الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، إجابة صحيحة وموفقة. نعم، نسمع المشاركة يا صديقنا. بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. أحسنت، بارك الله بك صديقنا، شكرا شكرا. نعم، اتصال مع بنين. نعم، عندنا اتصال آخر، محمد من كربلاء. السلام عليكم. وعليكم السلام. شلونك محمد؟ زين. إن شاء الله دامك زين والحمد لله. شنو اسم البابا وانت بياصر؟ أنا الصف الخامس وأبوي اسمه إسماعيل. يا أهلا وسهلا بيك، جاهز نروح نشوف السؤال؟ يلا خلينا نروح ونشوف السؤال، راح يظهر لنا السؤال على الشاشة وإن شاء الله يكون سهل وتقدر تجاوبنا عليه. السؤال يقول اعطي احدى استعمالات القطن، اعطيني احدى استعمالات القطن. شنو الاستفاد من القطن او شنو الاستعمالات؟ بس ما اقول مجال، بس هتعرف اقول مجال. يلا براحتك. بس شوقتي. اي يلا براحتك. ها صديقنا، كل هذا التفكير. المخاط. شنو؟ المخاط. المخدة اللي يعني يستلقون عليها. المخدة. نعم. وهمات والملابس. ضماد الجروح همات. نعم. القطن، إجابة صحيحة وموفقة. نعم، وهسه سمعنا مشاركتك. بسم الله الرحمن الرحيم، والنور ينزاب ومغاب ومن كان النقل عليهم فنادام في الظلمات إلا أنت سبحانك فأني إليه لأني كنت من الضالبين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجم ووصل الحمد لله. أحسنت، إجابة صحيحة. ما شاء الله. شكرا لك ومشاركتك. نعم شكرا شكرا جزيلا أصدقائنا الأطفال، هنروح فاصل ونرجع لكم جديد إن شاء الله. إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي، أصدقاء برنامج عمو فرحان الذي عودكم على فقراته المنوعة. اليوم سنقوم معا برحلة ممتعة إلى أرض العجائب والتي أوصانا ديننا بالرفق بها، وحثنا الله سبحانه وتعالى على الاستفادة من أساليبها كالتخفي والاندماج في البيئة أو حماية نفسها وصغارها من الأخطار المحدقة بها بطرق مختلفة. ما الحيوان الذي سنزوره اليوم؟ دعونا نرى. Dun 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 d
لونه الأزرق يجعلكم تلتفتون إليه أينما كنتم، وأما المزيج بين الأزرق والمنقار الأصفر فيجعله يبدو طائراً مرحاً ومريحاً للنظر إليه قرب الأشجار الخضراء. إنه من الببغاوات الثمينات التي لا يمكن لأي شخص اقتناؤه إلا إذا كان مهتماً لوضعه تماماً، أي الحفاظ عليه في مكان كبير ومناسب، مثلاً تحديد غرفة بأكملها للمكاو، وليس قفصاً فقط، بالإضافة إلى تمضية وقت طويل معه كصديق مقرب لا ينفك عن صاحبه، وإلا لن يدوم له هذا الوسيم كثيراً، وسأخبركم لماذا. صديقنا الأزرق يأتي من البرازيل والمكسيك وأمريكا الجنوبية، ولا يتميز بصوت عذب إنما بشخصيته المرحة الاجتماعية والمظهر الجميل، وهذا المظهر يجعله أكثر عرضة للصيد للاستفادة من ريشه النادر للتجارة، وهذا ما أدى إلى تناقص أعداده في الطبيعة. لكن بدأ البرازيليون بالاهتمام بهم وببيئتهم والتحدث مع مالكي المكاو لتثقيفهم وزيادة وعيهم حول كيفية العناية بصحتهم لضمان استمرارية هذه الفصيلة. من الأسباب الجديرة بالذكر حول تناقص أعداد المكاو هو أن صغير المكاو يستغرق وقتاً طويلاً، أي حوالي 13 أسبوعاً ليتمكن من ترك العش والاعتماد على نفسه، رغم أنه لا يستطيع أن يستقل كاملاً ليصبح مكاواً بالغاً إلا بعد 6 أشهر من ولادته، والمكاو يجب أن يبلغ 7 سنوات حتى يستطيع أن يتكاثر. لكن الجميل أنه إذا استطعنا أن نهتم بصحته وسلامته جيداً فيمكن أن يبلغ حوالي 60 سنة من عمره. ولكي يكون قوياً نشيطاً يجب أن يتغذى على المكسرات وثمار أشجار النخيل وجوز الهند مع الفواكه والخضار، فهو يملك منقاراً معقوفاً يمكنه من كسر البذور والقشور الصعبة. وهكذا نرى أنه طائر ذكي حذق. للمكاوي شعبية كبيرة، فقد حصل على المرتبة 4 من حيث الانتشار في العالم بعد الكلاب والقطط والأسماك. بما أنه طائر اجتماعي ومحبوب لا يحب تركه وحده، لأن ذلك يشعره بضجر ويبدأ بأنكم أحببتم هذا الطلقات المزعجة، وهذا يدل أنه يشعر بكآبة وهي مرحلة محزنة. أتمنى أنكم أحببتم هذا الطائر القوي اللطيف الذكي الحساس. أترككم في أمان الله. مرحبا أصدقائي، الآن سيأتي سرحان المعرفنشي. السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا وسهلا بك يا سرحان. كيف حالكم؟ الحمد لله بخير. يا أهلا وسهلا بسرحان. يا أهلا وسهلا بكم. يا أهلا وسهلا، يا أهلا وسهلا. يا أهلا وسهلا. شفت ضيفنا اليوم سرحان؟ أهلا صديقنا، شنو اسمك؟ سرحان يقول لك شنو اسمك؟ شنو اسمك؟ شنو اسمك؟ أمجد. أمجد، أهلا وسهلا صديقنا جميل، صديق البرنامج. يا وسهلا، يا وسهلا صديقنا أمجد. يا أهلا وسهلا كل أصدقائنا. يا أهلا وسهلا بك سرحان المعرفة أنتي. يا أهلا وسهلا، شنو رأيكم نروح فاصل؟ يلا يلا نروح فاصل ونرجعكم من جديد. يا سلام.
عند ذكر الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله. الصلاة على النبي وآله من الأوامر التي جاءت في القرآن، إذ قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فنقول: اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. مرحبا أصدقائي، الآن فقرة مشاركة الأصدقاء. مشاركة الأصدقاء، أصدقائنا الحلوين نقول لهم السلام عليكم، سرحان المعرفة شخصيا وياكم، يا سلام. جاهزين إن شاء الله الاتصالات؟ أكيد جاهزين إن شاء الله. أحسنتم، يا لو تهنن يا لو تهنن. نشوف من ويانا أول اتصال. إذا عندنا اتصال حولوا لي، سرحان المعرفة مشتاق لهم جدا 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 يا أصدقائنا الأطفال الحلوين. عندنا اتصال، رضا من كربلاء، السلام عليكم. وعليكم السلام. يا رب وسهلا صديقنا رضا، صديقنا رضا يسولف لنا، شو اسم بابا، بأي صف أنت؟ ها صديقنا رضا. علي. ها علي اسمك؟ ها رضا. رضا علي. رضا علي زين. يا صف. سادس ابتدائي مع صديقتنا زينب، نشوف السؤال إن شاء الله يكون سهل يا صديقنا. أكيد إن شاء الله، سنشوف السؤال يظهر على الشاشة. إن شاء الله سهلة راح أجاوب عليه. السؤال يقول: دولة أفريقية يجري فيها نهر النيل. دولة أفريقية يجري فيها نهر النيل. أراضي مساعدة. زين، هي مصر أم بغداد؟ دولة أفريقية أحسنت، مصر إجابة صحيحة وموفقة. نعم نسمع المشاركة. بسم الله الرحمن الرحيم، إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر فإن شانئك هو الأبتر، صدق الله العلي العظيم. ما شاء الله، شكرا شكرا. نعم، نشوف اتصال آخر. اتصال آخر، أفنان من كربلاء، السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا وسهلا بك يا أفنان، شنو اسم بابا وبياصف؟ مسعد. مسعد؟ أسنان نشأت من كربلاء المقدسة. أهلا وسهلا بيك، خلينا نشوف السؤال إن شاء الله سهل راح تجاوبين عليه. هسه نشوف السؤال، والسؤال يقول: دولة أول حرف فيها مثل آخرها. ليبيا. لا لا، أول حرف فيها مثل آخرها، مثلا عندي حرف ألف، أول ألف ونهايته ألف. ليبيا. لا، ليبيا أولها لام ونهايتها ألف. ها صديقتنا. نعم، يلا، ألمانيا أم روسيا؟ ألمانيا. سنتي جاب صحيحة وموفقة يا وردة. خلينا نسمع المشاركة. راح أقرأ آية الكرسي. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون شيئا من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يعجوه حبهما وهو العلي العظيم، صدق الله العلي العظيم. سنتي صدق الله ما شاء الله. سنتي. إن اتصال آخر، رقية من كربلاء، السلام عليكم. وعليكم السلام. شلونك رقية؟ زينة إن شاء الله، دام زينة والحمد لله. شنو اسم البابا وانت بياصر؟ اسم بابا عبد الأمير وصف رابع. بالتوفيق إن شاء الله. جاهزة ومتحمسة، روح نشوف السؤال.
إيه. يلا يا وردة خلينا نروح ونشوف السؤال. نعم. ناس صوت التلفزيون اسمعينا من سؤال التليفون. سؤال يقول حيوان يسمى بسفينة الصحراء. الجمل. أحسنتي يا جمل، إجابة صحيحة وموفقة. إجابة صحيحة، سمعينا مشاركتك، ولكن بالأول نصلنا صوت التلفزيون واسمعينا من التليفون. نعم. يلا يا وردة. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، قلى وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العلي العظيم. شكرا لاتصالك ومشاركتك. ما شاء الله. محمد من بغداد، السلام عليكم صديقنا. وعليكم السلام حبيبي. أنا وسهلا صديقنا حمودي، شو اسم بابا؟ رسول. محمد رسول ياسر. شلون؟ ياسر. سادس. صف السادس، صف السادس، اليوم صف السادس نشطين. خلينا نشوف السؤال، إن شاء الله سهل راح تجاوب عليه صديقنا محمد. نعم. لا. السؤال يقول كم عدد؟ السؤال يقول كم عدد الكلى بجسم الإنسان؟ الكلى؟ إيه؟ كم كلية عندنا؟ اثنان. أحسنت، إجابة صحيحة وموفقة. نعم، نسمع المشاركة. أختي تريد تقرأ سورة الإخلاص. إن شاء الله، خليها تقرأ يلا. نعم. شنو اسم أختك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بالله من الشيطان. قل الله أحد، الله أصمد، يجنوني ظلم كفا أحد. شنو اسمك؟ صديقتنا هنا آيان. أحسنتي، ما شاء الله. شكرا، شكرا جزيلا يا أصدقائنا الحلوين على هذه مشاركاتهم الجميلة. نروح فاصل نرجع لكم من جديد أصدقائنا الأطفال، ابقوا ويانا. يا سلام. مرحبا أعزائي الأطفال، أنا البومة الحكيمة بوف، لدي قصص وحكايات كثيرة، سأحكي لكم بعضها لكي تستفيدوا منها وتستمتعوا بها. في هذا اليوم يا أعزائي الأطفال، سأصطحبكم معي لأحكي لكم حكاية لبيب والسمكة الحمراء. في إحدى القرى الصغيرة كان يعيش عجل صغير مع أهله الذين يعملون جاهدين لجمع قوت يومهم. هذا الصغير يدعى لبيب، يحب أن يقرأ الكتب. كان لبيب يستيقظ كل يوم باكرا ليذهب إلى المدرسة، وبعد عودته إلى المنزل يذهب للقراءة عند بحيرة القرية القريبة من المدرسة، فيظل يدرس حتى يحين وقت المساء. كان لبيب يجلس عند صخرة قرب البحيرة ويقرأ الكتب بصوت عال، ويتصور ما يقرأه بمخيلته الواسعة، فكانت أسماك البحيرة تنصت لما يقرأه ويصفه. في تلك الأثناء جاء والد لبيب وقال له: بني لبيب، أنا متعب من العمل وأحتاج لمساعدتك معي في حراسة الحقل لنستطيع تدبر أمر معيشتنا، فأنا لا يمكنني إنهاء كل أعمال الحراسة وحدي، جسدي قد تعب من العمل والجهد المتواصل. فأخذ لبيب يواصل العمل مع أبيه في الحراسة، وظل هذا الحال مستمراً عدة أسابيع، وبدأت حيوانات البحيرة تفتقد صديقها لبيب. في أحد الأيام أرسل والد لبيب العجل إلى البحيرة
لإحضار الماء منها. قدم لبيب نحو البحيرة فرأى الصخرة التي كان يجلس عليها ويقرأ. حزن لبيب وتمنى لو أنه يستطيع أن يساعد والده ليصبح غنياً ويعود هو للقراءة كسابق عهده. رمى الدلو في البحيرة ليحصل على الماء. حين حمل الدلو خرجت منه سمكة حمراء اللون وقالت له: مرحباً يا لبيب، أنا السمكة الحمراء ملكة هذه البحيرة. كنت أستمع إليك كل يوم وأنت تقرأ الكتب وتروي الحكايات، وقد كنا نسعد ونستمتع بالإصغاء إليك، لكننا شعرنا بالحزن والوحدة لأنك لم تأتي منذ زمن طويل للبحيرة. فما السبب يا صديقي؟ قال لبيب للسمكة: أهلا بك أيتها السمكة الحمراء، أنا أيضا أشعر بالحزن لأنني لم أستطع المجيء إلى البحيرة والقراءة منذ وقت طويل، فوالدي متعب من العمل في الحقل ولا يوجد من يساعده غيري لجميع قوت يومنا. شعرت السمكة بالاستياء حيال ما قاله لبيب. فكرت قليلا وقالت له: اذهب عند تلك الصخرة ستجد كتابا أزرق اللون، قم بفتحه وخذ المفتاح الذي يوجد في قلبه، إنه مفتاح ذلك المنزل الكبير والجميل، عيش فيه أنت وعائلتك، لكن عليك بالعودة كل يوم لتقرأ لنا. فرح لبيب فرحا شديدا وذهب هو وأهله للعيش في ذلك المنزل الكبير، واستمر كل يوم بالذهاب إلى البحيرة والاستمتاع بالقراءة مع أصدقائه حيوانات البحيرة، وعاش الجميع سعداء. بو! شرفتنا خدمتك يا شفيع الأمتك، بس إليك تحلى الفداها حبيبي يا حسين، حبيبي يا حسين. عبدنا الله وإليك خادمي صغير، يا أمير وما حصل بعدك حبك صريت عاني أسير، ولي خدمك سيدي حظك كبير، روحي يا العشقتك ما تفارق قصتك، فكري سرحاني بغرامه حبيبي يا حسين، حبيبي يا حسين. شرفتنا خدمتك يا شفيع الأمتك، بس إليك تحلى الفدامة حبيبي يا حسين، حبيبي يا حسين. يا هواي وما أشيم إلا هوا، حبيبي يا حسين. شرفتنا خدمتك يا شفيع الأمتك، بس إليك تحلى الفدامة حبيبي يا حسين.
ما أعيش بلا لطوم وبلا أنين، قلبي ما طول يديك يهتف حسين، كل سنة وكل عام دور السنين للمجالس ننتظر بشوق وحنين، من رفعنا رايتك كان يصبح دولتك والعشق يبديه يا ما حبيبي يا حسين، حبيبي يا حسين شرفتنا خدمتك يا شفيع الأمتك، بس إليك تحلى الخدامة حبيبي يا حسين، بس إليك يا حسين أصب دمع العيون، إليك ناذر عمري والحد المنون، أني لا ما هالخدامة من أكون، بس ما أقدم لك أظل يا حسين مديون، دانا من اليتامى حبيبي يا حسين، حبيبي يا حسين شرفتنا خدمتك يا شفيع الأمتك، بس إليك تحلى الخدامة حبيبي يا حسين، حبيبي يا حسين نذكر مصابك يا بين خير الملاك ثالث انوار الهدى قف كربلاء، ما نعوفك لا وحق رب العلا، وهالشرف يا سيدي من يا صلاة قلبي تسعر جمرتك ما مثلها مصيبتك، انت يا نور الإمامة حبيبي يا حسين، حبيبي يا حسين شرفتنا خدمتك يا شفيع الأمتك، بس إليك تحلى الخدامة حبيبي يا حسين، بيا واهت لي اللطم قد ما أشار، لأن ندري الدهر تحضر كل عزاء، لجلك أنا أقضي العمر ناحو بكاء، يلي جسمك عالتروح وبلا رداء والخيول الداستك مزقوها عمامتك ما رعوا هاي العمامة حبيبي يا حسين، حبيبي يا
مرحبا أصدقائي، الآن فقرة الأعمال اليدوية. أهلا وسهلا بكم أصدقائي فقرة الأعمال اليدوية، واليوم راح نسوي عمل الكرز اللي راح ناخذه ورقة باللون الأحمر. هسا راح نجي راح نقصها بالطول هذا الشكل. هسا راح نجي نطوي الورقة بهذا الشكل حتى تصير عندنا عدة ورقات. نجي نرسم الكرز. نجي نقصه. كما نعرف أن الكرز هو موسمه أكثر شيء يكون بالصيف، يكون باللون الأحمر الغامق. هسه احنا هذا الشكل سوينا شكل الكرز، صار عندي 5 وحدات. هسه راح عندي هنا هم عدة وحدات، هسه راح نجي نلزقهم. نزقهم بأماكن متفرقة. راح نجي نزق هنا هسه راح نجي ناخذ نحتاج لون. ناخذ لون جوزي، ناخذ اللون الاخضر. اول شيء الاخضر، هسه هنا راح نجي نرسم ورق الشجرة. أخذ الأخضر الفاتح، نعم هنا راح ناخذ هذا الشكل.
اسمها كرز. بس يا أصدقاء خلاص عملنا سوينا مجموعة كرزات. حرف الخاء. أبي من هذا الحرف؟ إنه حرف الخاء. إنه يخرج كل صباح. نعم، فهو حرف نشيط، يستيقظ مبكراً ويذهب إلى العمل بكل نشاط وحيوية. أريد أن أتعرف عليه أكثر. اذهب إليه وتكلم معه. مرحبا يا حرف الخاء. أهلا بك يا صغيري. أنت نشيط وقوي. نعم يا بني، نحن نحتاج إلى النشاط لنقوم بعملنا بأفضل ما يمكن. أريد أن أسألك سؤالا. وما هو؟ ما هذا الذي فوق رأسك؟ إنها سلة صغيرة. ولم تضعها فوق رأسك؟ أحمل بها غذائي يا بني، وأحملها فوق رأسي، فأنا أحتاج إلى الغذاء، لأن الجسم عندما يعمل يحتاج إلى الغذاء ليستعيد قوته ونشاطه. أها حسن، الآن فهمت. وماذا فهمت يا بني؟ فهمت أن حرف الخاء يمتاز عن بقية الحروف بأنه يحمل سلة الغذاء الصغيرة فوق رأسه. أحسنت يا بني. إلى اللقاء يا حرف الخاء. إلى اللقاء. نعم، ورجعنا وياكم أصدقائنا الأطفال الحلوين. يا أهلا وسهلا بكم. يا أهلا وسهلا. نعم يلا يا صديقتنا زينب، خلينا نشوف فرعة ونشوف من حيفوز فينا لهذا. أصدقائنا الأطفال الحلوين، حتكون هذه حلقتنا لهذا اليوم. هي إن شاء الله هي مو آخر حلقة، لكن شنو، رح نتوقف البرنامج لشهرين محرم وصفر، وإن شاء الله بعد إتمام الزيارة، وإن شاء الله تقبل الله خدمتكم وتقبل الله زيارتكم واستجاب الله لدعائكم، إن شاء الله نبلش وياكم بالبرنامج من جديد إن شاء الله. إن شاء الله نزل القراءة يا سرحان. نعم أكيد إن شاء الله. شوفنا الفائز اليوم ويانا. نسحب الاسم. مهدي عقيل من كربلاء، مبارك لك يا صديقنا مهدي. عليك التوجه إلى مدينة نوارت الأملاك السياحية، وتستلم الكارت من بوابة المدينة، وتستمتعون بالألعاب الجميلة اللي هنا. نعم، لكل أصدقائنا الأطفال الحلوين، مثل ما تعرفون خلال هالشهرين المدينة قد تكون مغلقة، فيفضل بعد شهرين محرم وصفر إن شاء الله تقدرون وتباشرون بالألعاب إن شاء الله. وشوفونا نشاطاتكم والخدمة الجميلة ومسيرتكم إلى الإمام الحسين عليه السلام، وأنتوا تزورون وتقومون الزيارة. بارك الله بكم، إذا أشوفكم متحمسين إن شاء الله، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم في دراستكم إن شاء الله. شكرا جزيلا لكم، وشكرا جزيلا لكل المقدمين. تحياتنا لكم، وإلى هنا انتهت حلقتنا لهذا اليوم. على أمل اللقاء بكم حلقة جديدة إن شاء الله. كنا نقول مع السلامة. مع السلامة.